السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في القناة. تعالوا بقى مع بعض النهاردة نشوف تجربة بتاعة تخريط الملوخية في أكياس المطبخ. ده كيلو من الملوخية معانا اهو، أنا غسلته طبعا كويس جدا وسايباها تنشف، وأول ما تنشف هحطها في الأكياس بتاعة المطبخ. خلاص نشويت اهي معانا، هبدا بقى احطها على كيسين عشان اعرف اخرطها وتبقى واخده راحتها، لان هي ما شاء الله كتير. طبعا مش هستعملها كلها مره واحده، هاخد الكميه اللي انا عايزاها والباقي هنفرز. يلا بقى نحطهم في الاكياس. انا حطيت اهو الكيس زي ما انت شايفه، هخرج منه الهواء وهربطه. طبعا انا بعد ما قفلته لسه فيه جواه هواء ومش هينفع لانه هيتفرقع لو انا خرجته على كده. هجيب معانا سكينه او الخلة زي ما انا ما بعمل كده، هبدأ ان انا اخرمها من ورا ومن قدام عشان خاطر لما اجي اضغط عليها بالمخرطة ما تتقطعش مني، وفي نفس الوقت الهواء كله اللي جواها بيخرج. فانا هبدأ اخرمها بالشكل ده. نجيب بقى معانا المخرطة، مستحسن ان انت تبدأي تعملي كده عشان خاطر الهواء ما هي... طبعا كل مرة بتلاقيه بيدخل برضو تاني، فتضغطي عليها بالراحة جدا وتبدأي تفرغي الهواء زي كده في كل مرة. التجربة حلوة ونظيفة جدا، تغنيك ان انت توسخي اي حاجة عندك كتير، كان صينية او رخامة. غير كده كمان المخرطة مش هتتوسخ بالشكل ده، مش هنهدر منها حاجات كتير قوي في الاواني بتاعتنا وهنستعملها كلها. هبدأ امشي كده بالمخرطة واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده، ما تستعجليش عليها، ودايما ابقي لي في الكيس كده. تجربة حلوة جدا جدا ونتيجة يعني كويسة، جربيها وهتعجبك. انا شخصيا عجبتني جدا، اول حاجة مش متعبة مريحة، وثاني حاجة مش بتوسخي حاجات كتير عندك، تالت حاجة تقدري تفرزيها في نفس الكيس. بس للأسف انا هضغط عليها هنا في اخر شوية لاني كنت مستعجلة، فيعني طلع شوية من الخرام اللي كنت عاملاها زي ما انت شايفة كده، طلع منه الخرمين دول، بس هو مفيش حاجة خالص اتقطعت منه. انا هقطعه كده، هفتحه علشان خاطر اوريكي النتيجة. بصي بقى هنا نضيفة اهي، مفيهاش اي حاجة كده، ما هدرناش من الملوخية ولا وسخنا حاجة كده. انا هوريكي بقى النتيجة دلوقتي. ايه دي النتيجة اهي، ما شاء الله حلوة قوي زي ما انت شايفة كده اهو. هتستعمليها على طول، لو حبيتي كمان ان انت تعمليها كده اهو على طول او تفرزيها